انطلقت على مضمار الفليج لسباقات الهجنة الأهلية المحطة التاسعة من المهرجان السنوي للموسم 17/2019/2020، وشهد اليوم الأول من السباق الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني 19 شوطاً لفئة الحجائج لمسافة 3 كيلومترات، خصصت 13 شوطاً لفئة الأبكار وستة أشواط لفئة الجعدان لمسافة 3 كيلومترات، كما سيشهد ميدان الفليج غداً إقامة 13 شوطاً آخر.